مكونات سمبوسي بالخضار: 200 جرام جزر، 200 جرام بازيلا، 200 جرام فاصوليا، 200 جرام فليفلة حمراء حلوة، 20 جرام كاري، 200 مليلتر زيت زيتون، 200 جرام بصل، 400 جرام عجينة بالزيت، ملح ملعقة صغيرة. رح نبلش طبختنا اليوم بطريقة مختلفة شوي. عادة بحط القلية على النار لتبلش الطبخة تختر وتاخد بعضها. قبل ما حطها على النار حطيت بس شوية زيت زيتون، وبدي قلكن إنه الفاصوليا البيضة مستوية، البازيلا أصلاً كانت مجلدة، وإذا ما كانت مجلدة ممكن تكون طازة. السكر الطبيعي اللي موجود بالفليفلة ما بده كتير وقت ليستوي، عندي مشكلة واحدة بس هي الجزر. عادة بتركيب الطبخة تعلمنا بالمدرسة وبالبيوت ووين ما كان إنه منبلش بالبصل. اليوم استثنائياً بدي بلش بالجزر. رح حط الجزر على النار، خليه يتحرقص، ياخد كوش ويعمل هيك مثل غلاف معين. هيدا الغلاف بيطلع المادة السكرية الموجودة بقلبه لبرا، بتصير قرشة الجزر ولا أربع من هيك. وهيدا صوت الزيت الحامي مع حيالله مادة بتنحط عليه إن كانت خضرة أو بروتيين، صوت رائع جدا وحلو. دايما بقول إنه التحريك بهيدي الطريقة كانت بيد اليمين أو بيد الشمال، قول باليمين أطيب، لما بحرك هيك بهيدي الطريقة بتندمج المواد الأولية مع المواد الدهنية بطريقة أفضل ما إني ألقط الملعقة وحرك. في عندي عجينة محضرة ومحضرة بطريقة مانوال كتير بسيطة كتير سهلة، هي طحين ملح زيت ومي. الملح إجباري أحطه بشو ما كان لأنه الملح أساس الحياة، والطعمة بتجي بكل شغلة بشغلتها بأملاح معدنية طبيعية موجودة بقلبها. يعني إذا بيجي أنا بشرح الجزرة ببين عندي بقلب تركيبتها الطبيعية في أملاح معدنية. كم بالحرق إذا عندي طحين بلا ملح؟ أكيد ما بيتاكل. كرمال هيك لكل كيلو طحين بدي 20 جرام من الملح، بدي حوالي 450 مليلتر من المي و200 مليلتر من الزيت. بيطلع عندي عجينة بسيطة وباسبارتو. كل شخص بحب يأكل عجينة مش مرتفخة، يعني مش عاملة هوا بقلبها من دون ما حط خميرة. هيدي أحلى وصفة: طحين ملح زيت نباتي ومي. جزرتنا عم يتقلوا، بلش اللون بشكل عام يتغير من لون برتقالي غامق إلى لون برتقالي فاتح، ومبين هون قدامي في 3-4 حبات بلشوا يشقروا. صار الوقت إني أحط البصل. كمان البصل بدي أعطيه، ممنوع يبقى ولا فتفوتة بصل بالكاسة. كمان بدي أعطيه للبصل شوية وقت. في حال طلع عندي على أطراف المقلاية أي شوائب صغيرة أو أي نوع من الخضار الصغير مفروض أرجع ردهم على المقلاية. بالنسبة للعجينة بعد ما نحضرها لازم نريح العجينة أقل شيء ربع ساعة قبل أي تحريك. شو السبب؟ نحن نعرف أنه إذا عم نشتري شيء زبيحة لحمة أو حيالة نوع خروف بيقولوا بعد الذبح بدك تتركه ساعتين ثلاثة ليروقوا العصب اللي بيبقى مشنش فيه. حتى الطحين فيه عصب، وهذا العصب اسمه الجلوتان. وعادة وقت أكون عم بعجن على العجانة أو عم بعجن على إيدي بيتعب الجلوتان، بيتعب العصب تبع الطحين. كرمال هيك مفروض كل مرة خلص العجينة أقل شيء ريحها ربع ساعة على جنب. بعد ما قلي البصل والجزر بدي أحط شوية ملح. هون في عندي فاصوليا بيضاء ولكن مستوية، يعني سلقة ومستوية مثل ما كنا عم نحكي عن الفليفلة الحلوة الحمراء. في بقلبها مادة سكرية طيبة كتير، والفليفلة غنية بالفيتامين سي، يعني رأسين فليفلة خضراء
أو راس فليفلة خضرة، راس فليفلة حمراء، أحلى من كباية عصير للي مقرب. توزيع بهالشكل، بعدين برش البازيلا، هلأ عندي هدف من وضع الملح فوق البصل والجزر، خلي الخضرة تبق المي الطبيعية تبعها كرمال يصير في عندي انغماس، وصل لمحل عم ببلش يصير عندي عصارة معينة كرمال تعمل لي شوية مرق لأقدر اتحكم بهالحشوة. قبل ما قلكن انه بدنا نترك القلية على النار فترة شي 5 دقايق، بدي رش الكاري، هالكاري الحلو الطيب، ولآخر فتفوتي. بدي استغل كل كمية الكاري كرمال اخذ الطعمة الشهية. هلا معنا حوالي 8 لل10 دقايق تقريبا كرمال كل هالخضرة تنغمس ببعضها، ألوان ولا أروع، كل الخضرة تنغمس ببعضها ألوان ولا أروع، وأكيد ريحة حلوة كتير. الحشوة خلصت، اندمجت كل الخضرة مع بعضها مع نكهة الكاري مع الملح، طلعت العصارة تبعها، الفاصوليا فرزت شوي من النشويات وتماسكت معنا الحشوة. مثل ما انكم شايفين الألوان ولا أروع من هيك، العجينة رقيقة ومقطعة تقريبا بسماكة 8 سنتيمتر وبطول شي 15 سنتيمتر. بدي أعدل قدر الإمكان كمية الحشوة جوات العجين، وهلأ منلفها على رواق منفرجيكم أسهل طريقة لللف. هلأ هون فاض عندي شوية عجين، بقصه وبزيحه على جنب. في عندي كاسة فيها مي مع طحين، بلف هالمثلث وصار جاهز. الفرن حامي، درجة الحرارة 175، مدة الخبيز ما بتقل عن 35 دقيقة. يعني هالحرف الصغير اللي عم شيله من العجينة بس ليعطيني شكل حلو. هيدي الطريقة رح أعمل فيها كل العجينات، وتقريبا كمية الحشوة لازم توازي كمية العجين. في بعض الأشخاص بحبوا يعملوا شكل مختلف عن الشكل اللي نحن عم نحضره، بدل ما نعملها تريانجل ممكن نقطعها مبرومة نطبقها على بعضها ونشكلها، يعني نعطيها شكل بالشوكة. القرار بيعود لنا، مهم حشوة طيبة، كمية خضرة كتير كبيرة، نكهة الكاري ظاهرة وريحة الكاري كمان ظاهرة. رح لف كل هالعجين اللي موجود قدامي. خلصنا لف السمبوسك أو السمبوسة أو السمبوسج أو السموزة، كلهم عندهم نفس المغزى ونفس الهدف، عنا هالعجينة الحلوة الطيبة مع هالحشوة الطيبة. بعد ما خلصنا لفهم عندي هون مزيج فيه صفار بيض، رشة ملح، رشة سكر ونقطة مي صغيرة، بغلف فيه هالعجينة اللي حضرتها كرمال يطلع لونها أشقر وحلو. وكل ما طلع لون العجين ميل إلى الأحمر الضاقن كل ما كان أبيتايت أكتر، كل ما كان بشهي أكتر. الفرن تبعنا حامي 175 درجة، مدة الطهو تقريباً 30 لـ35 دقيقة. Thank you.
على الفرن. خبزنا السموزة 30 دقيقة بالفرن، تحمرت تأمرت وصايرة كرانشي، والسبب بأنه طالعة محمصة هو التلبيسة الحلوة اللي حطيناها عليها، وهيدي التلبيسة هي صفار البيض مع الملح مع السكر ونقطة صغيرة من المي. هيدا هو الطبق اللي طلع معنا السموزة المحمصة. اليوم حضرنا سمبوسي أو السموزة بالكاري والخضرة، وقدرنا باستعمالنا للكاري الحلو نحافظ على طعمة الكاري ونحافظ على طعمة الخضرة. أطيب وصفة أخذتوها اليوم من مطبخنا.